السلام عليكم ورحمة الله. يعني وصلنا الآن إلى الجزء الأخير من المحاضرة الأول سلامة كروستريشن، واللي هو الجزء الأجمل والأحلى، اللي هو انترستنج فعلا، اللي هو موضوع الكات كام، موضوع عامل يعني انتشار واسع في العالم، وبالذات عندنا في اليمن قد موجود، اللي هو الماشينبلز. احنا طبعا ذكرنا الأسابيع المحاضرة الأخيرة، اللي هو تكنيك الجاكيتش، تكنيك السليب كاستنج، تكنيك البريسابول، والآن بنتكلم على تكنيك الكات كام او ما يسموه بالماشينينج، او دخلت فيه الماكينيا. طيب الماشينينج سيراميك او ما يسمى بالكات كام، اول شيء نشي نعرف طبعا في عندها ثوره في ايفوليوشن، في تطور في الكات كام، يعني عامل زي الكمبيوتر. يعني لما جيت تتكلم على السوفت وير او هارد وير او كمبيوتر بشكل عام، حتشوف انه من سنه لاخرى بيتطور. يعني اذا كان عندنا التلفونات، في خلال اشهر تلقى التلفون اللي بعده او البلاي ستيشن او اي حاجه، فما بالك بالعلم. في اذا دخل الهندسه مع الطب، حيكون عندك ثوره قويه جدا في هذا المضمار. طيب كلمه كات كام عشان نعرف ايش معناها، هي مختصر لكلمه كمبيوتر، هنقراها موجوده هنا، كمبيوتر ايدد ديزاين. كاد يعني كمبيوتر ايدد ديزاين، كام معناها كمبيوتر اسيستد مانيفاكتشر او ماشينينج. ايش معناه بالعربي؟ معناها انه هو الكمبيوتر اللي بيصمم التركيبه، كاد الكمبيوتر اللي بيصمم التركيبه السوفت وير، والكمبيوتر هو اللي بيصنع هارد وير. يعني في معك سوفت وير وهارد وير، حاجه بتصنع وحاجه، يعني ما هو زي ما الفوتوشوب او حاجه بتخلي شكل الشخص هذاك جميل او شيء تصميم، لا كمان بيصنع لك في نفس الوقت، وموجوده حاليا. اذا الكات كام هذه لما جيت اتكلم عنها كمميزات، هي كسرت قاعدة التصنيع زي ما شفنا في التكنيك الأول والثاني والثالث، بيدخل فيها الإنسان بشكل مانوالي بشكل يدوي، لكن هذه بيكون كسرت قاعدة التصنيع اليدوي للدنشرز أو التركيبات. مينوال بالإضافة إلى ذلك، إن هي في عندك تطوير مش في الجهاز بس اللي بتشوفه قدامكم، كمان تطوير في المادة نفسها، قدروا يعني تتفتح آفاقهم في تطوير المادة المستخدمة نفسها، يعني المادة الخزف نفسها اللي بتجي جاهزة من سويسرا بيطوروا فيها. بالإضافة إلى ذلك إيش كمان بيكون عندك؟ excellent biocompatibility، متوافقة بيولوجيا. هي الخزف الصافي كله متوافق بيولوجي، بس بعض الأحيان لما يجي يدخل فيها الإنسان يكون فقاعة هواء شوية، ما شوية من هذه الأشياء، بتفقد شوية من هذه الميزة حق البايوكومباتيبلتي. لكن الشركة اللي بتصنعها لك في الكات كام بيجي لك قالب جاهز، ما بتدخل باب تسيحه زي البريسبل، تسيح الخزف تخلي زي الماء بعدها تبرده، يكون في عندك خطأ من الإنسان مما يؤدي إلى عدم البايو كومباتيبلتي، ما عادش موجودة 100%. كمان عندك حاجة اللي هي أهم صفة فيهم كلهم، اللي هو الصفة الفيزياء، أي معك صفة فيزياء ممتازة جدا. طيب كيف تجي يا دكتور هذه الكات كام او التكنيك؟ هو بيجي في السوق عندك، بتكون معك الجهاز والفني او الدكتور لو عندك استطاعه يكون عندك في العياده، يكون معك قالب بهذا الشكل، قالب مكعب عاده يكون بهذا الشكل، وبعض الحين يكون اسطوانه كبيره، بيكون قالب بهذا الشكل، هو الجهاز بينحته الى ان يرجع الى هذا الشكل. طيب هذا ايش يسموها؟ يسموها ايش؟ البلوكس. اذا الكات كام طبعا في البريس كان اسمه انجوت، اسطوانه، لكن هذه بتكون عندك بلوك. في السيراميك المتعب بيكون متوفر عندك في المايلينج، مايلينج معناها النحت او الحفر. السيراميك اللي بينحفر اليوز فور مايلينج ريستوريشن، اللي بتحفره عشان تكون عندك ريستوريشن، بتكون في ذا فورم اون ذا بري مانيفاكتشر بلوكس. ايش معنى بري مانيفاكتشر؟ هذه بتشوفوها قدامكم المكعب، قصد انت قلت يا دكتور ان هي صلبه قوي زي الحجر، لا هي في البدايه بتكون عامله زي الطباشير، مكعب زي الطباشير. وانس انه شفتها، يعني في شركات تخليه زي البنفسجي كذا، بنفسجي فاتح زي ما انتم شايفين، بحيث انه لما يجي له الامر يقولوا انحت الجهاز، لما يجي ينحت ينحت بسهوله. اذا هي بتجي بري مانيفاكتشر، يعني ما قديش، ايش معنى مانيفاكتشر؟ قد مصنعه صلبه جاهزه، هذه بتجي قبل التصنيع، يعني تصنيع نص نص، قولوا باللغه الشعبيه نص خمده الصلابه حقه. وممكن كان زمان كانت تجي قد مصلبه 100%، يعني يا اما تجي بري مانيفاكتشر بلوكس وهو قد موجود حاليا، وزمان في بدايه التسعينات كانت تجي البلوكس هذه فول دنس اور قدي صلبه. اذا البلوكس هذه قد تكون فولي دنس صلبه 100% اور بارشلي سنترد
اي تصلب نص نص اللي زي الطبع الشير. طيب تتوقع الجهاز، هذا الجهاز اللي شفته حق البيرات، انا اوريكم طبعا مقطع فيديو كيف بيحفر. تتوقع البير لما يحفر، يحفر في حاجة زي الطباشير اسهل ولما يكون حاجة صلبة؟ لما يحفر في حاجة دنست او قد صلبة 100%، ايش بيكون؟ مور ديفيكولت، صعب على الجهاز. هذا رقم واحد، بيكون lead to great wear of the mining tools، يعني الأداة هذه البير اللي بيحفر بيتآكل معايا. يعني لما أجي أخذ أنا سكينة وأحفر فيها في حديد، السكينة إيش بيحصل لها؟ ما بتكون هذاك الشارب، بتبدأ تتآكل. لكن لو أحفر السكينة في خشب أو المنشر في خشب، المنشر يظل بعد ما خلص عاد لا يزال حاد. فالعلماء قالوا نفس الشيء، الأداة حقي لما أحفر فيها في أداة حاد يعني صلبة قوية تتآكل، لكن لما تكون ما هياش صلبة هالمادة هذه نص نص، بتكون الويرنج تآكل الأداء عندي اللي غالية في البير. هذا غالي زي ما حقنا في العيادات، غالي غالي، فأنا بحافظ عليها. بالإضافة بيكون أسهل لما تكون ما هياش صلبة 100%، وممكن يعمل لك لو هو صلبة 100% ممكن تمي كوز سيرفس أو ستراكشرال ديفكت، ممكن يحصل لك عندك مشاكل في الحفر، ما يطلع لك التفاصيل حق الجروفات والكسبات وهذه التفاصيل بشكل حلو لما تكون صلبة 100%. طيب اذا يا دكتور خلاص كلنا بنتجه، لما نكون لو معانا هذا الجهاز بنكون ما ناخذ اللي هو partial centered. طيب يا دكتور يعني لما اجي انا هذا القالب بعد ما حفروا الجهاز، هذا هو الكراون، قصينا هذا طبعا، هذا جزء بيرجمه في الزبالة، هذا اللي بحتاجه، هذا هو شكله، بدخله في المضاد بيتكسر، ايش بسوي عشان يكون بهذا الشكل صلب 100%؟ قال لك بيدخلوه في فرن خاص فيه عشان يتحول من اللي الصلابة حقه نص نص إلى الصلب 100%. إذا إيش ميزة اللي هو partial أو pre centered اللي قلنا بيكون نص صلابة؟ On the other hand بيكون ال pre centered بيكون it take less time، بتحفر فيه وقت أقل لما يكون نص خمدها الصلابة حقه، بتحتاج less time consuming، وقت أقل، بيكون عندك الشغل شوف كيف الجروفات والكسبات هنا واضحة more precise، دقيق جدا. لكن كانت عند العلماء مشكلة، انت عارف ايش المشكلة؟ اذا استخدمت القالب اللي هو نص نص في التصلب ودخلته في الفرن بعد ما خلصت يعني هذا الشغل كله قد بهذا الشكل، دخلته بالفرن بتحصل لي نفس المشكلة حق التكنيك الاول اللي هو الانكماش. طيب مشكلة، هذه كانت مشكلة في التكنيك الأول، لأنه كان الإنسان هو اللي يقدر كم أكبرها كم أصغرها. لكن لا تنسوش أنه أنا بتعامل مع كمبيوتر، أنا بقول للكمبيوتر يا كمبيوتر لما تصمم لي التركيبة وبعدها تقطعها لي وتخليها بهذا الشكل، كم بعد نكمش يا كمبيوتر؟ أقول لك بعد نكمش 30% مثلا أو 40%. يقول لي خلاص لما تصممها لي وتقطعها لي خليها كبيرة 40%. يعني الكراون لما خرج وعادوا نص نص بعد الحفر مباشرة بتحسه كبير 40% كبير، لما بيدخل الفرن بينكمش 40%. ما انا قد عملت حسابي انه كان كبير 40%، دخلت الفرن انكمش 40%، اذا تحصلت على الشكل اللي انا اشتيه. فبيقول لك هنا ايش، هاو ايفر ذا يونت حقي الجهاز كله ماست ماير ان ان لارج ستريشن، لازم يحفر لي تركيبه بشكل كبير بحجم ان لارج، عشان بعدين لو ما يحصل شرينكج لما يحصل سنترينج او تدخل الفرن ويتصلب بيعوض الانكماش اللي حصل، التمدد كان في عندك تمدد انكمش فعوض اللي كان تمدد عوضه بانكماش فتحصلت على الحجم المناسب بالضبط. واحد يقول يا دكتور ما دراك انه انا لما كبرته في اثناء الحفر 40% لما انكمش 39%. هنا يجي دور الجهاز، هل هو جهاز اصلي ولا جهاز صيني درجة خامسة على قولتهم. طيب قبل ما اوريكم احد اشهر الاجهزه، خلونا نشوف هذا المقطع الفيديو عشان نشوف ايش اللي بيحصل يعني حق هذا الشركه، سيرك احد اشهر الشركات، حنشوف كيف لما بيحفر معاك الجهاز بهذا الشكل. طبعا بيوريك انه هنا انه بيحضر، خلص يحضر الشغل حقه كل شيء تمام، خلص التحضير، ايش اللي بيسويه الدكتور؟ بياخذ يعمل بيبدا يسوي طبعه الكترونيه، ما بش اسمها سيليكون والجينيت وهذا، لا بيعمل بخاخ انتي ريفلكتيف، بخاخ يبين زي الصبغه على اساس،
وبعدها بيدخل حاجة زي الكاميرا، ديجيتال كاميرا خاصة فيه، بيلتقط مجموعة صور للسنة المحاضرة والأسئلة المجاورة له. هو بيلتقط صور بالكاميرا، وكان هذا اسمه ديجيتال امبريشنز، طبعة إلكترونية. بتبين عندك هنا، لاحظوا هنا التقط كذا صورة، صورة أكلوزلي، صورة بكل، صورة لينجوال، يعني كذا صورة، وصورة وهو عارض المريض، يعني كأنها امبريشنز، وكأنها بتاخذ البايت في نفس الوقت، العض حقك. إذا هنا عمل البخاخ وهو عاضد علشان يوريك كيف العضة حقه، عشان تساعد الكمبيوتر يعرف كيف عضة المريض، لأنه أخذ بخاخ أو بخ على سن المحضر والتقط صور، وعمل بخاخ عشان يشوف الأبوزنج كيف علاقته بالأسنان الأبوزنج أو المعاكسة له. وبيلتقط كمان صورة حتشوفه الآن، التقط الصور وهو عاضد. خلاص الآن دور الكمبيوتر. الكمبيوتر هو بيسوي التالي، بيبدأ يعمل لك الاقتراحات. هو الكمبيوتر بيشوف كيف حقه العضة السنتريك، العضة الصحيحة، بيبدأ يشوف السن المحضر هذا والسن المحضر كان بريمولارز، حيبدأ الكمبيوتر يخمن الفينشنج لاين وانت تساعده في هذا الشيء، هل هذا الفينشنج لاين ولا لا؟ بيقول لك الكمبيوتر. اوكي، بعد ما شاف الفينشنج لاين حيبدأ يرجع الأسنان المجاورة له ويبدأ يختار التركيبة. طبعا التركيبة اختارها قال ايش هي كراونز، بيقول لك شوف الهاي سبوت ان هي، حركة يمين شمال الى ما يكون ما يكونش هذا المكان زيادة عليك، لانه هذا طبعا هو كان ابر، وهذا باليتال كسب، والباليتال كسب هو الفانكشنال كسب. يقول لك يا دكتور هذا هو الفانكشنال كسب، خذ بالك. بعد ما حدد التركيبة حقك، اخترتها انت الكراونز، بيبدأ يوريك حجم البلوك اللي بتحتاجه او المكعب. يقول لك البلوك اللي تحتاجه يا دكتور، لحظة، بيقول لك حجم البلوك، هذا حجم البلوك اللي تحتاجه يا دكتور عشان تغطي كل الكراونز، انت اختر هذا البلوك يا دكتور، هذه شكلها من الاخير، موافق عليها؟ شوف هنا مكتوب عندك اوكي موافق. الان انا ايش خلصت؟ الكاد، التصميم، انا صممت التركيبه من والى. بعد ما صممت التركيبه ببدا عمليه التصنيع، خلاص اوكي موافق، ببدا اخذ حق القالب في جهاز التصنيع، بيكون جهاز جنبه يشبه الغساله كذا في ناحيه الحجم، بتدخل فيه المكعب، هذا هو المكعب، شايفينه؟ هذا المكعب، بتشوف البيرات، بيجي 2 إلى 3 بيرات، أنا بضغط على الزرار وعنده السوفت وير والداتا موجودة عنده كيف تحفر. إذا هي سنة واحدة تقريبا يحتاج إلى 4 دقائق، إذا هي فول آرش تقريبا 20 دقيقة، يعني حاجة سريعة جدا. طبعا هذا البلوك هو بري سنترد، ما هواش متصلب زي ما كلمنا. حفر، يجي يسحب، شوف كيف بيحفر البيرز، بيكون فيري بريسايز. خلصها، خرجها، قصها، دخلها بالفرن، خرجها من الفرن، خلاص ليش خرج دخلها الفرن؟ عشان تتصلب معك 100%. خرجها من الفرن، شيك عليه لو في اي مشاكل ولا ديفكت، وبعدين على طول بيدخلها في فم المريض بهذا الشكل. هنا خلاص اوكي، دخلها فم المريض وثبتها وخلاص. طبعا هو في الخارج ايش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في الخارج هو التالي، اللي بيحصل انه او بيجي يعمل هذه الاشياء كلها في فم المريض، ياخذ اللي هو الطبعه بالبخاخ خليه يضغط او يبخ فيه على فم المريض، طبعا ما هي سامه ولا شيء، ويلتقط هذه الصوره ويقول المريض خلاص استناني خارج، او خلي يشوف مع الدكتور، هذا في كتابه في برنامج في البي بي سي، يشوف المريض مع الدكتور السوفت وير، بيشوف البرنامج كيف بيختار التركيبه، وبعد بيكون جهاز التصنيع بيكون عند السكرتاريه، بيروح ياخذها الدكتور بيشو المريض بيخرج مع السكرتيره بيشوف وهو بيحفر، يعني حاجه انترستنج من باب المنظره على قولتهم، فبيشوف كيف بينحت حقه السن، بعدين يدخل بالفرن لمده نص ساعه تقريبا، وبعدين بيدخلها في فم المريض وكذا، عاش الناس سعداء. طيب خلينا نكمل هذا اللي هو جهاز سيرك، احد الانظمه الكات كام، شركه سيرك، شركه المانيه. الدنتست طبعا قلنا بعد ما حضر التوث عشان يستعمل كرون، التوث ايش بيحصل له؟ زي ما قلنا بيعملوا بخاخ اللي هو علشان يبين معايا تفاصيل السن. طبعا هذا البخاخ خلاص هذا قديم، قبل 2012، عام 2012 قد استغنوا عن البخاخ، ما بيحتاج بخاخ، قد الكاميرا جدا دقيقة بتطلع التفاصيل. التكنيكا جد 2015 قد بتطلع الصور هذه قديمة، هذه من حق الرسالة. الآن قدوا الكاميرا جدا كيف بتطلع ملونة، يعني هذا أبيض هذا أحمر، مش زي هذا كله أصفر في أصفر. تمام، إذا التوت بعمله باودرز عشان يطلع لي، ولو قلنا قد انتهى هذا الشيء، وبعد بتاخذ كاميرا 3D وبتلتقط صور للأسنان
المحضرة والمجاورة والمعاكسة له. وبعد بتدخله في الكمبيوتر، طبعا هذا جهاز الكاد اللي هو بيصمم لك، بتستخدم السوفت وير علشان تعمل ريستور للفورم والفانكشن، بتخشي تختار الشكل الحل والوظيفة، لأنه في بعض الأحيان تختار مثلا سنترال، قد يكون السنترال، طبعا السنترال عنده عدة أشكال، اللي هو فيميلز عن ميلز يختلف الذكر عن الأنثى. الفيميلز بعض الأحيان تكون تلقى اللاين أنجلز تلقاها راوندد، الفيميلز الميل تلقاها ممكن شارب، تختار على حسب، كمان على حسب المجاور له. فتختار الفورم والفانكشن المناسب لك. هذا كله بعد ما تختار هذا كله، بعد الداتا اللي انت سويتها بتعمل ستور، بتحفظها، شوف وين الجهاز هذا اللي صمم وهذا الجهاز اللي بيصمم، فحينتقل المعلومات من هنا الى هنا وايرلس، ما عاد بشذا حتى للاسلاك، وايرلس بينتقل من التصميم الى التصنيع عشان يبدا عمليه المايلينج او الميلينج ماشين. هبدأ الجهاز، طبعا شوفوا هذه الصورة، طبعا هذا أول ما دخل بلوكه، وبعدين بدأ يصنع البيرات هذه، بدأت تحفر. الريستوريشن هذه طبعا بيكون عندك سوليد سيراميك، بيحتاج ما بين 4 دقائق إلى 40 إلى 20 دقيقة، بيكون معتمد على حسب الكومبلكسيتي، على حسب كم معك سنة واحدة أو عدة أسنان، وبيعتمد كمان على الفيرجنز أوف ذا مايلينج يونتس، يعني إذا كان حقك الجهاز هذا سيرك 3، في سيرك، في سيرك 2، في سيرك 3، في سيرك 4، يعني اذا الجهاز عندك حديث بيحفر بسرعه، اذا جهاز زي الكمبيوتر، اذا الجهاز من النسخه القديمه فبيحتاج وقت اكثر. هنا حفر معاك بكل، يعني بشكل حلو، خرجه طبعا ودخله في فم المريض. كذا انتهينا من الفور تكنيك. بقي معي يا جماعه حاجه كذا سريعه بتكلم عليها في البريبريشنز. طبعا انت بتشوفوا الان قدامكم البريبريشنز، هذا طويله جدا، ماخوذه من كتاب، ليش تشوفها يقراها يطلع عليها حل، بس انا اللي بيهمني وبطالبكم فيها في الامتحان اللي هو ما هي الفروقات اللي ما بين التحضير العادي حق الخزف مع المعدن والتحضير اللي هو خزف صافي، في معك خزف مع معدن، في معك خزف صافي. الخزف الصافي طبعا هو مع الاسف يحتاج تحضير زياده. اذا كنا نحضر تقريبا 1.5 مثلا في الانسايزلز مثلا، قد تصل الى 2، ففي الخزف الصافي it is a must، لازم يكون عندك التحضير 2 مليمتر. انا باشر لكم على الاشياء اللي لازم نحضر فيها، لازم تعرفوها. طبعا هذه اللي بتشوفوا قدامكم سيليكون علشان تعرف كم قد نقصت، بيحطها قبل التحضير، وبعد بيحضر بيشوف كم قد حضر، يعني مش عليكم الان، بس اللي بقول لكم ايش اللي مطلوب عليكم. طبعا هذا بحكم انه هو عبر انتيرير تيث بيوريك التو بلينز، هذه احنا اخذناها حتى بالفانتوم وما بش عليه اي خلاف. اللي انا مهتم فيه انه هنا نشوف هنا ايش قال، بيقول لك انه الانسايزر ريدكشن لازم، طبعا البير اول حاجه، البير المستخدم يا جماعه في الاول سيراميك اسمه فلات اند تيبرد بير، فلات اند، ايش معنى فلات اند؟ يعني الطرف حقي هذا فلات، لكن كنا في الميتال سيراميك كان معانا راوند اند، يعني كان الطرف حقي هذا ماله راوندد، لانه الفينشنج لاين حقي بيكون شامفر فينيشنج لاين، لكن هنا بيكون شولدر فينيشنج لاين. فهمناها؟ يعني لو يجي يقول لك ما نوع الفينيشنج لاين في الخزف الصافي، بيكون نوع الفينيشنج لاين شولدر فينيشنج لاين. كيف تحصلت عليه؟ تحصلت عليه عن طريق البير اللي احنا نسميه فلات اند، يعني ما دام هذا هو فلات، هذا الطرف فلات، وتيبرد هذا احنا متفقين عليه في الكرون بريدج، بس هو فلات، فبيتكون عندي شولدر فينيشنج لاين. اذا اتفقنا نوع البير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا عندي اهم حاجه الفني بيهتم فيها اللي هو الانسايزل بارت، هنا اعمل جروفات زي ما احنا عارفين، بس بيكون كم لازم انقص بعد ما اجمالا الانسايزر ريدكشن لازم يكون عندي 2 ملم، هو بيقول لك من 1 الى 1.5 الى 2، لكن بيقول لك في الاخير it is، نقراها هنا it is best to reduce incisal by 2، يعني لو جيت لك في الامتحان اقول لك ايش هو the optimum اللي هو احسن حاجه، it is the best، هل هو 1 او 1.5 او 2؟ في الانسايز تقولي لا هو 2 ملم، ركزوا على هذه كويس. الفينشنج لاين قلنا ايش بيكون؟ بيكون عندي الفينشنج لاين، عندي شولدر فينشنج لاين، بيكون عندي سماكه كويسه حتى في الاكزيال سيرفيسز في الشولدر فينشنج لاين علشان يتحمل، لانه كل تركيبه خزف صافي معتمد على قوتها من ثخانتها. الخزف مع المعدن، ركزوا، الخزف مع المعدن معتمد على قوته من المعدن، لكن هذا معتمد على قوته، قد تكون زركون من المادة نفسها، لكن إذا هو إي ماكس ولا شيء، الخزف الصافي حق المستخدم في هلوية سماير بيكون مستمد قوته من ثخانته، ماشي بيتكسر معاك. أوكي؟ طيب،
هذاك الاساس اللي خلصناه اللي يعني ما بش اي خلاف هنا، نفس الشيء. يعني الارقام عندي هنا مهمه شويه. نجي على البالاتال سيرفيس. البالاتال سيرفيس فاكر في معي بالاتال فوسا ومعي هذا السيرفايكال ثيرد، هذا في البالاتال سيرفايكال ثيرد وبالاتال فوسا. السيرفايكال ثيرد بيكون عاده نفس الشيء، بيكون الشولدر، بيوريك انه شوف بعد ما نقص كلها ايش اذا تلاحظين اللي هو فلات اند. هنا شوف مكتوب فلات اند، يعني فلات اند ميزيال ديستال بوكال لينجوال، كله فلات اند وكله الفينشنج لاين شولدر فينشنج لاين. بتنقص طبعا هنا في السيرفايكال باد يقول لك كفايه 1 ملي. اذا انا بنقص نقراها هنا اللينجوال بارت. خلونا نشوف اول شيء اللي هو الباليتال فوسا. الباليتال فوسا بتعمل 3 بيتس اللي هو بالراوند بير. الراوند بير هذا سماكته كله او قطره كله كم؟ 1.4 مليمتر، يعني قطر الكرة هذه قطرها كلها 1.4. انا بدخل بنص القطر، يعني كم؟ نص مليمتر 0.7. اذا انا لو ما ادخل بنص الراوند بير، ركزوا معي، نص الراوند بير يعني اللي هو كان 1.4، بدخل بنصه يعني 0.7. عملت هذه حفرة 0.7 0.7 0.7، بعد أنا أنقص إلى أن أصل إلى 1 مليمتر. إذا البلت السيرفس كله بيكون إجمالا كم بيكون عندي؟ بيكون صح دخلت 0.7، بيكون بعد الريكومنديشن تو ريدكشن في اللينجوال سيرفس كله، اقراوا هنا، من نص إلى 1 مليمتر. إذا في البلت السيرفس من نص إلى 1 مليمتر، والأفضل هو بيكون يعني هو 1 مليمتر هو الأفضل. بدأ صوتي شحب. هذا بيأكد عليك انه بتأكد انه عندي الفينشنج لاين عندي واضح، لا يزال عندي كل البيرات عندي هو الفلات اند تيبل راوند بير. هذا طبعا هذا البير اللي احنا مرة تكلمنا عليه او برجع نتكلم عليه الترم الجاي اللي هو البير 957. هذا بير جميل، هذا بير انت عارف كيف يحفر، ما يحفرش الا هذا الجنب بس، هذا بس يحفر، هذا ما يحفرش نهائيا. هذا ليش استخدمه؟ عشان بعد ما تخلص تحضر شوف ايش مسوي. طبعا مش هو هذا هو، بس هذا لما تستخدمه في الاخير بتحطه فوق الفينشنج لاين، بيوضح لك الفينشنج لاين عشان الفني بدون ما ياخذ من البكل ولا لينجول ولا الميزل ولا الدستل. يعني لو حطه بهذا الشكل واضغط بكلي ما بيحفرش في البكلز، بس بيوضح لك الفينشنج لاين. مشوا علينا هذا، بس انا ايش بستعرفوا انه الفينشنج لاين عندي هنا ايش نوعه؟ شولدر فينيشنج لاين. وكيف اوضحه كما تعرفوا لي هذا، كيف توضح الفينيشنج لاين حق الشولدر بالبير نمبر 957. هذا بيتاكد انه قد كل الفينيشنج لاين عندي واضح. وكذا احنا انتهينا من التحضير حقنا، وبقي عندي جاهز للطبعه. وكذا احنا انتهينا من محاضره الاول سيراميك ريستوريشن.